اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. صدق خبران رفضهما العديدون من المتابعي على الاقل. الاول هو ما نقلته اليوم السفيرة الامريكية في بيروت للرئيس عون بخصوص نقل كهرباء الاردن عبر سوريا الى لبنان ونقل الغاز المصري ايضا عبر الاردن وسوريا الى شمال لبنان. إذا هذا أصبح محققا اليوم عندما أصبح رسميا. هذا هو الخبر الذي كان صادما في أول مرة يطرح. هذه هي اللحظة التي حسم فيها الأمريكيون وكشفوا ورقتهم هذه. المسألة الثانية بالنسبة لنفط إيران الموجه إلى لبنان، وتأكد ما بعد عكار وما بعد قراءتنا للوضع وقلنا عن النفط الإيراني الموجه إلى لبنان، وانتقد الكثيرون هذا الخبر اليوم. حسن نصر الله يؤكده، وهذا يثبت المدى المصداقية في القراءة الاستراتيجية التي نبتعد فيها عن القراءة الأيديولوجية وقراءة الكنتونات. لذلك فالأمور الواضحة التي تعمل عليها الدول والسياقات الدول واللعبة الدولية تختلف بشكل جذري عن القراءة السطحية التجزئية التي لهذا الطرف أو ذاك لربح نقطة أو ربح ما يعتقده معركة، لكنها تدور في نفس ما يريده، يعني أنه لا يتطور ويتساءل لماذا؟ لأن القراءة تحجبه. القراءة الاستراتيجية هي ما تنقص اليوم الوطن العربي بالجملة، ويجب التشبث بهذه القراءة لمعرفة إلى أي حد يمكن لعدوك أن يصل، ما هي تكتيكات العدو والخصم وكشف مخططاته، ووضع نفسك أمام قدراتك في اتجاه عدوك أو خصمك السياسي كان أو الاستراتيجي. أيا كان الحال، فاليوم نحن نرى نفط إيران في لبنان، وهذا ترتيب عال جدا. أولا لأن حسن نصر الله عندما تدخل من أجل جلب نفط إيران كان هذا قرارا سياديا للبنان وليس لطائفة أو لرجل. هذه كانت اللحظة الأساسية. ثاني مسألة أنه ابتعد عن الحرب المعلنة ما بين إسرائيل وما بين إيران. هو ضمن لنفسه بواخره أو سفنه المحملة نحو لبنان. لذلك فاليوم قد ينقلب من أراد تفجير مرفأ لبنان من أجل وضع حزب الله وتحت القدم الاستراتيجي لطرف ما خصوصا الإسرائيلي والأمريكي، نجد أنها حالة انقلاب واضحة، حالة انقلاب في رقعة الشطرنج، بحيث أن لبنان اليوم وعبر حسن نصر الله ليس هذا تمجيدا ولا عدمه. هذه حقيقة اليوم على واقع ما يجري الآن في الشرق الأوسط، لأن أهم صراع حقيقيا اليوم حول وصول الشعب اللبناني إلى آخر درجاته. من مرفأ لبنان وإلى حدود هذه اللحظة بني الجوع في لبنان، صنع الجوع في لبنان عن قصد دولي. هذه جيوسياسية دولية أرادت للبنان من أن يكون جنة كسويسرا إلى أن يكون أشبه بلحظة قبل الصومال. إذن العملية هذه بالأساس كان مكرسا إليها أكثر من حساب. أوله الوصول بالأزمة الاقتصادية إلى أبعد مادة، لأن هناك الاعتماد على المساعدات والاعتماد على النفط. النفط القادم من السعودية والقادم دائما عبر حكومة تكون دائما سنية وأغلبها حريريا إلى السعودية، وبالتالي فإن النفط كان سعوديا. اليوم هناك ضغط كي لا يكون هذا النفط سعوديا، فأصبح البديل إيرانيا، وهذا منطقي، أخذ وقتا صحيح، لكن البدائل واضحة. أمريكا نفسها وطلبت البديل عبر كهرباء الأردن،
في انتقالها عبر سوريا بين قوسين سوريا التي هي في المقلب الآخر، هي في الحلف الآخر، هي في حلف حسن نصر الله وفي حلف ما يسمى بالمقاومة. إذن العملية الآن إما أن يكون هناك حوار مع الإدارة الأمريكية، أي حوار بين الإدارة الأمريكية وما بين بشار الأسد. إذن الوصول إلى حل الأزمة اللبنانية يمر عبر الأراضي السورية، لا كغاز منطلق من مصر عبر الأردن وسوريا وإلى شمال لبنان، وإما ككهرباء أيضا بالنسبة للأردن سوريا. إذن سوريا في المعادلة، وسوريا أيضا كانت في معادلة النفط فأبعدها حسن نصر الله. حسن نصر الله أبعد سوريا بأن يكون النفط من إيران إلى لبنان، كان يمكن عبر المرافق السورية، لكن أهم ما رغب فيه حسن نصر الله إبعاد أمرين اثنين: إبعاد أجندته على الأجندة السورية للنظام الذي يفاوض الآن واشنطن. ثاني مسألة أن الحسابات التي قد تمرر عبر سوريا قد يتأثر من خلالها لبنان بأي حال، لذلك فهو ابتعد عن هذه الأجندة وابتعد عن الحرب، لأن آخر حرب وآخر جولة في الحرب البحرية ما بين إسرائيل وما بين إيران هو قصف إيران بدرونين لستريت، لهذه السفينة الإسرائيلية. أول شيء اعتبره حسن نصر الله بأن هذه الباخرة هي باخرة تعتبر أو سفينة هي أرض لبنانية منذ انطلاقها من إيران، فهي فك ارتباط بشكل كامل عن الحرب البحرية ما بين حزب الله وما بين سوريا. إذن ما بين إيران وما بين إسرائيل، إذن الحرب الإسرائيلية الإيرانية البحرية ابتعد عنها لبنان بإعلانه أن هذه السفينة أرض لبنانية من انطلاقها، ولعشرة أيام إلى 15 يوم وإلى وصولها إلى لبنان سيكون هناك ضرب عصفورين بحجر: من جهة تأمين خط إمداد مباشر من إيران، وهذا الذي يزعج السعودية وينهي أي دور لها، هي لا تريد إلا أن تعمل صفر أكشن أو زيرو أكشن، صفر عملية لا شيء في صفر حركة، وتريد من الآخرين أن لا يكون لديهم رد فعل. لذلك فاليوم أصبح هناك فعل ينتج عنه رد فعل أمريكي انطلاقا من سوريا مرة أخرى، وعبر سوريا مرة أخرى، وعبر حوار سوري أمريكي في هذه النقطة على وجه التحديد، لأن الإدارة الأمريكية هي التي نقلت إلى عون هذا المقترح. إذن مقترح أساسا أمريكي، ويدمج هذه النقطة في الحوار السوري الأمريكي الآن، وهذا ما يزعج الروس، ويريد بشار الأسد أن يأخذ مسافة بينه وما بين الروس الآن، وهذا ما أوضحناه في فيديوهات سابقة. لذلك فقد تجدون ربطا وتنسيقا لمن يتابع بشكل كامل الفيديوهات، فإن كل شيء لن يحدث فيه لبس، لأن كل فيديو يكون بناء على الآخر وهكذا، خصوصا وأن أغلب الأحيان لا نكرر المقولات بشكل كامل. إذن أهم شيء بالنسبة للحوار السوري الأمريكي، ثاني مسألة وأن هناك قناة تمر بهذا القصد، يريد حزب الله أن يمرر من داخل هذا الحوار الوصول إلى تطبيع لبناني نفطي مع إيران. هذا مهم جدا بالنسبة للجميع، من أراد أن يسلم للبنان النفط فمرحبا، ومن أراد لجميع هذه المشاريع المتوقفة والمتجمدة سياسيا وعن قصد أن تتوقف بشكل نهائي وأن تعود الحركية إلى التنافس. فإما لبنان أن يكون في صدر وإما في قبر، فإما إن اجتمعت عليه
تحالفاته فهذا صعب جدا عليه، وإن تنافست تحالفاته فسيكون في صدارة الوضع ويفك جميع مشاكله، بل ويزيد، بل يعيش الرفاه من خلال هذه التحالفات. إذن المسألة اليوم النفطية مع حزب الله يتأكد معها أننا أمام تطور ملموس يجعل من القوة البحرية، انظروا إلى ماذا تقرأ إسرائيل في قرار حسن نصر الله، إمكانية وصول حسن نصر الله إلى تأمين خط بحري مباشرة من إيران وإلى لبنان، وفي هذه الحالة فإن قوة بحرية إما رهن أو بصدد أو أنها إيرانية محولة إلى حزب الله. قوة البحرية، القوة العسكرية البحرية لحزب الله قد تتكشف مع الأيام، وهذا الذي يتخوف منه الإسرائيلي، ومتأكد على أن ضرب هذه السفينة سيكون بمثابة إشعال حرب. لذلك فالمسألة اليوم بالنسبة لإسرائيل أمام خيارين: فصل لبنان وحزب الله وحسابات حزب الله عن إيران وعن المنطقة، حيث أن الأمر الحسابات التكتيكية فالأمر مفصول، الحسابات الاستراتيجية الوجودية فالأمر موصول. ولذلك فإن ما يجري الآن هو تثبيت لحالة وقوة البحرية، القوة البحرية للبنان وأساسا لحزب الله. أولا لأن منذ مرفأ لبنان وتفجير مرفأ لبنان سيضطر حزب الله منطقيا أن تكون لديه القوة لحماية بواخر، لحماية سفن، لحماية موانئ، لأن الآن أصبح مضطرا لفعل ذلك. المسألة الثانية أن التحدي الأول الذي يطلقه الآن الجيش الإسرائيلي على حزب الله أساسا من الجبهة البحرية، وإن كان الأمر كذلك فسنجد أن لا بد من رد. من 2006 توضح أن هناك قصف لساعر، اليوم سيكون قصف ثاني وثالث وعاشر، وهذه هي الإمكانية الوحيدة المرغوب فيها. وما بعد تفجير مرفأ بيروت كان الضغط على أن لا تكون هناك قدرة بحرية بعد توجه إسرائيل إلى بناء هذه القدرة البحرية في أي حرب قادمة، لن ترتكز على الجو إنما ترتكز على البحر، على القوة البحرية وعلى فرق خاصة بحرية وعلى انتشار بحري إلى آخره. هذا الذي يجعل من حزب الله الآن يضرب عصفورين بحجر واحد: أولا بالنسبة للقدرة اللوجستية عبر البحر، ثاني مسألة أن الامتداد الذي قاله اللبناني من مرفأ إيران مرورا بكل مرفأ إلى بيروت، هذا يعني مباشرة أن الأمر يتعلق بتأمين دولي سيتمثل فيه حزب الله كجزء رئيس. نحن لا نتحدث عن خط عادي، نحن نتحدث عن انطلاق من إيران تستطيع حمايته إلى باب المندب، وفي باب المندب في حوثيين إلى قناة السويس، ومن قناة السويس ستكون إسرائيل متحملة للمسؤولية في الوصول إلى موانئ بيروت. المسألة تتعلق الآن بإنذار، إنذار أمريكا وأيضا إسرائيل. هذا هو الذي نشأ عن هذا التطور الجيوسياسي الذي لم يقرأه السعوديون بهذا الشكل وأيضا الفرنسيون، لأنهم اعتقدوا بقصر نظر أن الأمر سيتعلق بمزيد من وثورة جياع وإسقاط وبعد ذلك سحب سلاح حزب الله وغير ذلك. الأمر لا يتعلق إلا بمعركة طاقية يحاول حلها الحزب ويحل لها إيران، وبالتالي فإن الوصول بالنفط الإيراني إلى لبنان سيعتبر تحديا، وسيعتبر المعتبرون على أن ما حدث في مرفأ بيروت هو الذي انقلب على الذي صنع هذا الحساب. من أراد تفجير المرفأ اليوم قد يدفع ثمن غال استراتيجي إن
هو فعلا نجح الحزب ونجحت إيران في إيصال أولى إمداداتها، وسيكون إمدادا دائما، لأن فتح هذا المجال سيكون إمدادا دائما لإيران إلى لبنان. وفي هذه الحالة فإن النفط السعودية لن يكون ورقة لأي حكومة، حكومة سنية دائما تكون مع العراب الحريري، مع العراب السعودي، وهذا تطور سيكون له ما بعده. وبالتالي فإن ما قام به محمد بن سلمان بالحصار الشديد والحصار الذي سيصل إلى صفر درجة، هذا يشكل بكل تأكيد كما قال صدام حسين قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. كما قال فإن هناك دائما قفزة تكون في الهواء. الكويت عندما اجتيحت كان هناك رغبة في إسقاط سعر النفط إلى درجة أن النفط يصبح بدون أدنى دور، وبالتالي كان صدام حسين يريد بناء العراق، وكان مهما ألا يبنى العراق ما بعد الحرب الإيرانية العراقية، ولذلك نزل وساهم الجميع في إنزال سعر النفط. فلم يجد صدام حسين إلا تلك القفزة العمياء والمجنونة. صحيح أن الأمريكيين استفادوا من إعادة تدويرها. اليوم نفس القضية، عندما تصل دائما إلى صفر أكشن أو صفر حركة، عندما تصل الأمور إلى الأسوأ، فدائما يكون الخيار الذي لم يكن يتوقع أحد هو المنتصر على الطاولة. لذلك فلا تشدد، هذا هو المهم جدا. وبالنسبة لمن يلعب على الحافة أو السياسات المتطرفة، يكون الأداء دائما صعبا للغاية. لذلك فهذا الاتجاه اليوم لم يكن يدركه الكثيرون بأن القفزة قد تكون نحو نفط إيران. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.